لماذا أنا أسود؟ لأنني ولدت في الليل. لماذا أضع قشرة على رأسي؟ فقط لأنني أحب ذلك. ربما أيضا لأنني ولدت داخل بيضة كجميع الكتاكيت. هذه مدينتي، أليست جميلة؟ لماذا يبدو الجميع مشغولين؟ لأن غدا هو يوم احتفال شعبي. قرر الأستاذ دمدم تصليح مختبر المدرسة، ولماذا أراد ذلك؟ لأنه في حالة سيئة. وسأقص عليكم ما حدث. في أحد الأيام قرر الأستاذ تنظيم مباراة بكرة القدم. هيا هيا هيا. أنا لا أحب كرة القدم، لذلك كنت ألعب مع ابنة عمي كراميلا، وكنت أتدرب على الطيران، فهذا ما أحب عمله، فأنا عصفور على كل حال، وكانت كراميلا ترشدني على الطريقة. فشلت مرة أخرى كالي، هل أصبت بأذى؟ يجب أن أستطيع الطيران. طرت عالياً هذه المرة. أريد أن أطير عالياً في السماء كالنسر. تمكنت من الطيران عالياً، هذا رائع كالي. أغبياء، انظرا، لا يلعب معنا أبداً. كالي يلعب دائماً مع كراميلا. سوف يرى. الكرة تتجه نحو المدرسة. دمر المختبر وضاع جميع تجاربي. من الذي قذف الكرة داخل المختبر؟ من دمر المختبر؟ إنه كاليميرو أستاذ. ماذا؟ إنه كاليميرو. رأيناه كاليميرو. توقفوا عن الكلام، ماذا سنفعل بشأن المختبر؟ لا تقلق أبدا أستاذ، أبي وأمي سيتدبرون الأمر فورا فورا يا أستاذ. اجتمعت هيئة أهل الطلاب فورا. أبو دينكي أغنى رجل في المدينة، وهو رئيس البلدية أيضا، وأم دينكي رئيسة هيئة أهل الطلاب. حسناً، سوف أقدم للمدرسة مختبراً جديداً. أوه، فكرة جميلة، ولكن عندي فكرة أجمل منها. إذا كان أهالي الطلاب راغبين بالمشاركة بإصلاح المختبر، سنقوم بترتيب احتفال شعبي لجمع مزيد من النقود. رائع 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 رائع. سنطلب من الطلاب القيام بصناعة أشياء مختلفة لنعرضها ونبيعها، هكذا سيكون لدينا مختبر رائع. موافق، سأقدم جائزة لمن يصنع أجمل شيء. بالطبع، ستمنح اللجنة الجائزة دون تحيز. فور اتخاذ هذا القرار بدأ الجميع يعملون، بما في ذلك بوبي وعارف الشرطة، وبدت المدينة كأنها تستعد للمعركة. حتى عصابة الثلاثة قدمت دعمها المعنوي. طبعا أبي يعمل أكثر من غيره، طبيعي، إنه أفضل نجار. كالي، كالي ناس، ماذا تريدين؟ انزل، حان وقت الأكل. أنا قادم. أكاد أنتهي من هذه الخيمة، والطقس رائع جدا. أعتقد أن يوم غد سوف يشهد احتفالا رائعا. بابا، لقد وعدت بأن تساعدني على صناعة شيء ما، هل تذكر؟ لقد عملت كثيرا ونسيت الوعد. كان عليك مساعدتي، لم أعمل شيئا للاحتفال، لقد وعدتني ولم تفيه. أبوك متعب، لقد أعطى الكثير من وقته للاحتفال يا كاليميرو. على كل تلميذ أن يعمل شيئا ما، وأنا كنت أعتمد على أبي لعمل شيئا. لو قمت بمساعدة والدتك لكنت أكثر نفعا. لا، يجب أن أعمل شيئا جميلا بمشاركة كراميلا، لقد وعدتها بذلك وقلت بأني أكيد من الفوز بالجائزة الأولى. لنذهب عند كراميلا ونكلمها. عليكم عمل شيء بأيديكم، هكذا النظام. ستقوم كراميلا بتوبيخي.
دائما أخطئ. أشعر بتعب شديد. بابا، الاحتفال شامي غدا، وحتى أن تساعدني على عمل شيء ما، ولن تعمل أي شيء. أريد أن تساعدني. أنا مشغول جدا، ولا أستطيع أن أضيع وقتي بمساعدتك على أعمال سخيفة. يجب أن تشعر بالخجل، إن لم تساعدني سيهزؤون مني في الاحتفال الشعبي غدا. أنا متعب. أنت عنيدة، هناك الكثير من الأشياء في المنزل، يمكنك عمل شيء ما بنفسك. يجب أن أذهب إلى مكتبي. التفاهم مع الكبار صعب. كراميلا؟ كاليميرو! لماذا تجينا بسرعة؟ رفض أبي مساعدتي على عمل شيء من أجل الاحتفال الشعبي. قل لي كاليميرو، هل جهزت شيئا؟ أريد أن نفوز بالجائزة الأولى. ظننت بأنه يجب أن نناقش الأمر معنا، لهذا أتيت. لقد وافقت على الاشتراك معك لأنني كنت متأكدة من أنك ستساعدني. أنت رائع، أنت رائع. كراميلا، اعتمدت على أبي ليساعدني، ولكن لديه مهام ولن يتمكن. لقد أعددت ثوبا جديدا. أنت وعدت لي أن تعمل شيئا لنقدمه معا في الاحتفال. قولي إذن، ما هذا؟ أبي لا يرمي أي شيء أبداً، إنه يحتفظ بأشياء كثيرة في هذا المخزن. لا أظن أحداً سيستفيد من هذه الأشياء التالفة. لا كراميلا، قد نستفيد معاً من هذه الأشياء في المخزن. غير ممكن، الاحتفال سيبدأ اليوم، لا وقت لدينا. مرحبا كراميلا. ماذا تفعلان؟ دانكي، لدي فكرة رائعة. لا أريد أفكار، أنت مساعدي فقط. ها، فهم فهم. كراميلا، لا تضيعي وقتك مع كاليميرو، تعالي معنا. ماذا؟ اذهب، إن كانت لديك فكرة أخرى أخبرنا بها. لا تقلق، سأجد فكرة. نعم يا كبير، هيا كراميلا، اتركي كاليميرو وتعالي معنا، هيا. لا أعرف ماذا أفعل. اختاري كراميلا، اختاري الأفضل. معك حق، مللت البقاء معك، تصرف وحدك. يا للخسارة كراميلا، كنت متأكدة سأجد فكرة جيدة. كاليميرو لا يصلح لشيء. لن أفشل. ما كل هذا؟ سأخترع شيئا ما. سترين سترين. كان الولد يلعب يلعب ويشرب لبنا لبنا لبنا. أحضرته له أمه من رحلتها حول العالم. ولكن كنت أعتقد بأنه يجب أن نعمل شيئا بأنفسنا دينكي. نعم بالتأكيد، يمكن أن نتدبر الأمر، لا ضرر من ذلك. اسكت، لا تتكلم. أنا واثق أننا سنلفت أنظار الناس بواسطة الموسيقى، ثم نبيعهم أزهار الحديقة التي نقطفها. كراميلا، ما رأيك، أتنضمين؟ نعم، ذلك أفضل لي. لماذا قال لها؟ اسكت. أتساءل إن كان كاليميرو سيوافق. كراميلا عندنا؟ كراميلا، هل تشاركين في فرقة دينكي الموسيقية؟ بالتأكيد إن دينكي سيفوز بالجائزة الأولى، أحسنت بالانضمام إليه. لا أدري. قل يا كاليميرو، كنت أعتقد أنك مشترك مع كراميلا. تركتني، سأدبر نفسي لوحدي. هذا شيء جميل، ماذا يمثل؟ أحاول عمل أسماك تطير. أسماك تطير؟ هذا مستحيل. حسناً، أنا أعتقد أنها فكرة ذكية. سأحضر غاز الهيليوم، وبذلك يمكنك تطير الأسماك، عندها ستدهش الجميع. شكراً، سيكون رائعاً. إذا تمكنت من عمل أسماك تطير، أنا متأكد من أنني سأفوز. يوجد للأسماك غياشيم لتتنفس في الماء، ولكن الجديد إذا شاهد الناس أسماكاً تتنفس في الهواء. أسماكي ستترك أثراً كبيراً.
يريد الكبار السيطرة؟ حسنا، سوف يشعرون بالصغار. سأذيقهم مر العذاب. سننتظر يوم غد عندما يبدأ الاحتفال الشعبي. عندها سنرى. إلى اللقاء. في الدنيا الجميلة طرائف عجيبة كالمة.